مشاهدينا، فقرتنا دلوقتي تبدو انها فقره فنيه غنائيه، لكن انا اعتقد ان ليها بعد تاني بيدل على اننا كمسلمين ومسيحيين في مصر نسيج واحد محدش يقدر يفرقه. خير مثال الموهبه اللي معانا النهارده هو المطرب او المنشد او المرنم مينا عاطف. اهلا بيك سؤال. صباح الخير يا مينا. صباح الفل. نورتنا. بنركب بامانه، ربنا يخليك. مينا، يعني احكي لنا، يعني مينا انشاد ديني، ازاي جت الحكايه دي؟ يعني فهمني، يعني التركيبه دي جت ازاي؟ كله بيستغرب، عارف ازاي اقول لحد انا بنشي يعني ايه يعني؟ بالظبط. انت كمان فزت بالمركز الاول في مسابقه الانشاد الديني الاسلامي. اخدت. احكي لنا بقى ده حصل ازاي؟ بص، الموضوع يضحك شويه، يعني الموضوع بقى يعني دخلت مسابقه كانت تبع الجامعه عندي، والمفروض ان هي غنى، هم كانوا متعودين اي مسابقه فيها غنى بيروحوا كاتبين اسمي وبروح وخلاص يعني. انت صوتك حلو وبتحب تغني وفي مسابقه فقررت على طول تدخل. فهم بيكتبوا اسمي حتى من غير ما يرجعوا لي، هم بيكلموني عندنا مسابقه. طب ماشي يا جماعه ماشي. فروحت، وكان مشوار كبير شويه بالنسبه لي. فوصلت هناك لقيتهم بيقولوا لي مين التلات انشاد دي؟ قلت لهم يعني ايه المشكله؟ لا اخش انا حافظ كام حاجه يعني كده. كنت حافظ؟ طبعا. لمين؟ النقشبند. الله، انت بتحب النقشبند؟ ما فيش حد ما بيحبوش بصراحه. ده عظيم يعني. فتخش، قلت لهم اخش ما عنديش مشكله، بس لو ما حدش جوه هيعترض يعني عادي. فدخلوا سالوا الناس اللي جوه، فقال لهم لا يا ريت يعني تمام. فدخلت لقيت حوالي تقريبا 120 فرد كلهم مسلمين الا انا، ولجنه تحكيم شيوخ، وانا قاعد بقى مش فاهم حاجه. اول حاجه غنيتها ايه؟ مولاي. الله. طب والنبي نسمعها قبل ما نكمل. حاضر. مولاي اني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ بي إلاك يا سلام. مولاي يا مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، أقوم بالليل والأسحار ساجية، أدعو همس دعائي، أدعو همس دعائي بالدموع نادي. الله. بنور وجهك إني عائد واجل، ومن يعذ بك لن يشقى إلى الأبد. مهما لقيت من الدنيا وعاردها فأنت لي لطف عما يرى جسدي، تحلو مرارة عيش في رضا. تحلو مرارة عيش في رضاك، في رضاك. تحلو مرارة عيش في رضاك، وما أطيق سخطا على عيش من الرغد. أدعوك يا رب، أدعوك يا رب، أدعوك يا أدعوك يا رب،
أدعوك يا رب. الله يا مينا. لا 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 لا, لا. رائع. الله يا مينا. ايه ده؟ ايه ده؟ ده انت عملت طبقات صعبة جدا. ده مش معقولة. يعني لسه كمان هنفوق يعني. اصحى مع بعض. يعني يعني انا مش قادرة اتكلم. انت غنيت دي قدام اللجنة؟ اه. عملوا ايه؟ انا لقيت أكيد الشيخ اكيد زينا يعني اكيد عملوا زينا. هو اصلا البدايه اصلا في ان انا اقول له مينا هو اتاخد يعني ما ايه أوه. ماشي يعني هو سكت تمام فقال لي اتفضل فغنيت حته من مولاي كده فلقيته راح موقفني طبيعي سكت فراح قال لي طب ما تسمعني ترنيمه قلت له يا سلام الكنيسه حتتي يلا اه طب العبي وكنت انت اصلا وقتها في الكنيسه برضو مرنم في الكنيسه اه طبعا اه انا من وانا صغير كده كده مرنم في الكنيسه يعني اوكي بس فرحت مسموها حته من تريم قال لي شكرا وانتخب بعد ماشي بعديها بثلاث ايام تليفون صحاني الصبح صباح الخير استاذ مينا صباح النور حضرتك اول جمهوريه انشا الدين اسلام يا عم الحاج اسمي مينا صباح الخير طب يعني لسه صاحي يعني ما تهزروش يا جماعه فالموضوع مش منطقي يعني فقعد بقى يقنعني ولا وليك جايزه وانت عايز تلمها فماشي انا لحد ما رحت الوزاره انا فاكره افيه يعني ما اكيد هزار بس ليه رحت ليه ليه عشان ليه مش متوقعه يعني مش 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 بس مألوفة. جميله واحساسك جميل يعني الحمد لله طبعا بس يعني انا ما كنتش متوقعها للامانه فلما رحت بقى وخدت الجايزه ايه لا ده انت تستاهل لو في مركز اول بلس الله يعني الله طب بصي هو الشيخ احنا خلينا زي لجنه التحكيم مينا الله انت لسه في الجامعه ده انا متخرج من بدري متخرج من بدري من بدري قوي اه بس انا سالك بقى السؤال التقليدي ايوه ما فكرتش تحترف الغنى الغنى فكرت طبعا بعيدا عن انت بتشتغل اه بس مش في المجال ده في المجال ده في المجال يس. طب ما تقول لنا يا مينا ايه بقى احكي لنا بقى سأل انا شغلي كله انت مليان مفاجآت انا شغال في المزيكا من يعني ما بعرفش اشتغل غيرها للاسف ما حاجه بحبها ف بحبها وربنا صرف لك فيها الحمد لله اه طبعا نشكر ربنا فربنا بعت وفتحت استوديو بقى كان الاول استوديو خاص بيا عشان اعمل شغلي واسجل لنفسي وانزل بعد كده الموضوع اتطور فكبرت الموضوع فبقى استوديو بقى عام للناس يعني تيجي تسجل وكده فده شغلي الاساسي دلوقتي يعني انت عملت حاجات استوديو صوت وبعمل بقى لنفسي اغاني تراكات عملت حاجات خاصه بيك مجهز لالبوم جامد ان شاء الله يعني هينزل هينزل على شهر 12 باذن الله مين الملحنين واللي بيكتبوا لك؟ معظمهم مش معروف في الوسط يعني على المجمل بس هم ناس يعني حيتان شاطرين قوي ما شاء الله بجد شاطرين قوي قوي اصل يعني. عارف ليه سالتك السؤال ده طبعا لان انت لما قلت الترنيمه وقلت الانشاد في مولاي انت عندك احساس حلو قوي يعني أوي. بتحس بالحاجه قوي وطالعه من جوه والقرار طالع عندك حلو قوي وبتعلى بتعلى بتعلى بيه اللي لازم يكتب لك ويلحن لك لازم يكون قدر انه يحس بالحته دي صح جدا مليون يعني معلش طبعاً انا ماليش في المزيكا عشان نبقى عارفين يعني يعني الست دي بتغني اوكي عشان كده متاثره قوي اه انا ما بغنيش بس بسمع يعني انا ده اللي بقدر عليه بس ادتني الاحساس في الاثنين ف اللي يعمل لك ده لازم يبقى لا صح عندك حق صح مساحه لازم تشتغل يعني. صح هو فعلا بيبقى دارس الحقيقة. مساحه صوتي كويس جدا عشان يقدر ينفذ على فده حاصل في الالبوم ان شاء الله هنسمع عظمه باذن الله يعني طب انا هزنقك زنقه مش لا عادي اتفضل حاجه من اللي لسه ما نزلتش حاجه من اللي لسه ما نزلتش حته صغيره نقول حته حاجه من لسه ما نزلتش وحاجه هو بيحب يغنيها غير الانشاد والترانيم ماشي اتفق اختار بقى اختار بقى تبدا احنا سايبين لك بقى اه ماشي يعني خلاص ده انا كده زنقت جامد ايوه ايوه زنقت في الاثنين خلاص نبدا بحاجه جديده يلا وبعد كده نخش على الحاجه اللي يلا بينا اختار اغنيه من اللي موجوده بنسمعها كلنا وانت بتحبها وبينك وبين نفسك تقعد تدندنها انا سيبنا لك الاختيار ماشي هو موال لذيذ كده كنت بحبه من وانا صغير بصراحه برضو بتاع علي الهلباوي كل المليح انت بتحب المواويل شكلك بتحب الحته دي سلطنه وكل المليحه يبقى انت غاوي بقى ناظم الغزالي وجزء العراقي ده طالما قلت كل المليحه صباح فخري طالما قلت كده يبقى انت دخلت في الحته دي ماشي اتفضل الله يا مينا مش معقول مينا انت عندكم حد مطرب ملحن في العيله؟ لا خالص؟ امال انت جبت الموهبه دي منين؟ رباني كده؟
اللهوي، انت اللهوي خالص. انا عاجزه عن الكلام، عاجزه عن الكلام، انا عاجزه عن الكلام. الله عليك. انا عايز اقول لك الحته الاخرانيه دي كانت صعبه جدا. صعبه دي صعبه. ثانيه واحده يا جماعه. مينا احنا فرحانين بيك، شرفتنا وشرفتنا ونورتنا واسعدتنا كمان، سلطنتنا على الصوت. يعني صدقوني انا اتشرفت بوجودي معاكم بامانه على الصبح. وانا بقول للساده المشاهدين، انتظروا انتظروا ان شاء الله مطرب هيكسر الدنيا، هيكسر الدنيا. افتكروا مش مغني، انا بقول مطرب. مطرب في فرق بين المغني والمطرب. ومينا قدامي مطرب ان شاء الله، هنستمتع بيه كلنا. احنا مستنيين شغلك اللي جاي، وانا اول واحده اتمنى لك التوفيق. نورتنا وشرفتنا. نورتنا. انا اتشرفت بوجودي معاكم صدقوني. شكرا بجد، نورتنا. نطلع فاصل، نطلع فاصل وهروح اقرا اخبار بعد الـ انا في عالم تاني، هروح اقرا اخبار.